ليزرز نفس الفيديو بلغات مختلفة. اشتركوا وشاركوا الجميع. أعزائي اليوم سنفتح هذه العلبة وهي لعبة باربي الطبيبة البيطرية، وهي تصلح لأعمار 3 سنوات فما فوق كما ترون هنا في الأسفل. وفي ظهر العلبة نشاهد باربي وهي واقفة في مصحتها مع كل مستلزمات المصحة وحيوانين، ما هما؟ نعم، كلب وقطة. وفي أسفل العلبة نشاهد الوظائف الأخرى المتوفرة في هذه السلسلة من الألعاب. هيا لنفتح العلبة. سنفتحها من هنا من فوق، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وبعد ذلك نخرج المصحة ونخرج المصحة من كل ما فيها. واو، وهنا عندنا كل ما جاء في العلبة: باربي الطبيبة والمصحة وطاولة خاصة بفحص الحيوانات. هيا ننظر إلى باربي أولا. هي تلبس جاكيت أبيض ووردي، وتلبس بلوزة منمرة، وتلبس بنطلون جينز، وتلبس بوت بني. وعندما نشاهد الخلف نرى أن الجاكيت يغلق بالفيلكرو من الخلف، وتلبس سماعة طبيب زرقاء، وتحمل زجاجة رمادية عليها صورة حيوان. أي حيوان هذا؟ قط أو كلب؟ قط. نعم، وقد لمت شعرها إلى الخلف هكذا. جميلة، أليس كذلك؟ جميلة وذكية، هي طبيبة بيطرية. لننظر إلى المصحة من أعلى أولا. على الحائط عندنا شهادات الدكتورة باربي، وأيضا ما هذا؟ هذا حوض للسمك. ونشاهد حيوانا آخر. هل ترون حيوانا آخر هنا؟ هناك رفان على الحائط. الحيوان على الرف السفلي، هل ترونه؟ نعم، هناك فأرة هنا. وفوق عندنا ما هذا؟ كأنه قط. لا نستطيع أن نضع قط وفأر في نفس المكان، أليس كذلك؟ وعندنا هنا خزانة وبعض الرسائل القصيرة التي كتبتها باربي وألصقتها هنا كي لا تنسى. وعلى الطاولة هنا عندنا بعض الأشياء المهمة أيضا. عندنا قفازات بلاستيكية تلبسها الطبيبة عندما تفحص المرضى، وبعض الدواء هنا، قد يكون كحول ومرهم. وعندنا شريط هنا، شريط طبي. وهنا عندنا زجاجة، ممكن زجاجة صابون أو زجاجة دواء، لا أعرف. وعندنا هنا أقلام ومقص وأشياء أخرى تستخدمها الطبيبة. وفي أسفل المصحة نشاهد مكان خاص للكلاب، تشاهدون هنا عمارة قدم الكلب، وفيها ماء، وفيها أيضا طبق من الأكل. ونشاهد أيضا مقود الكلب معلق هنا، وبعض الأكل
كيس كبير من أكل الكلب، وهناك براز وردي وعليه عظام، صور عظام للكلب. وهنا في الأسفل عندنا كل ملفات المرضى، هناك ملفات على هذا الرف في هذه السلة البيضاء، وفي الأسفل أيضا هناك خزانة خاصة بالملفات. وفي العلبة وجدت هذا، ما رأيكم؟ ما هذا؟ إذا نظرنا هنا وجدنا بعض الأرقام، وعندما نضغط ينزل، ما رأيكم؟ هذا ميزان، نعم، لوزن الحيوانات عندما تفحصها باربي. والآن هيا ننظر إلى طاولة الفحص، عليها كلب وقطة، وإلى هذا الجانب عندنا طاولة ممكن أن تنزل ويمكن أن نفردها هكذا، وعلى الجانب الأيسر هناك زجاجة لنأخذها. ماذا عليها؟ صورة ماذا؟ صورة كلب، نعم، رأينا باربي تحمل زجاجة مشابهة باللون الرمادي، وكان عليها صورة قط. نرد هذا إلى مكانه، الزجاجة نردها إلى مكانها. وعندنا قطة بيضاء وكلب بني، ويبدو أن هذا هو جهاز الأشعة لفحص داخل الحيوان. وكما ترون هناك سمكة داخل بطن القط. وماذا يوجد داخل بطن الكلب؟ ما هذا؟ هامبرجر، نعم، هامبرجر. ونشاهد اسم باربي مكتوبا هنا. ولتزيين هذه الطاولة هناك، ما هذا؟ سمكة على اليمين، السمك للقطط، وعظم على اليسار، والعظمة للكلب. في الحلقات القادمة يا أصدقائي ستكونون معي عندما أستقبل مرضاي. إلى اللقاء.